سمع الشيخ ياسر من فضلك. تفضل. نعم تفضل. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله. يا شيخ أنا من متتبعين لك منذ فترة طويلة. أنت دائما تلخص من قدر علمائكم ومراجعكم، في حين لم نسمع أبدا من أي مرجع أو من أي عالم شيعي ذكرك أو أثنى عليك أو أبرز أن لك مكانة بين الشيعة. هذا أول شيء لاحظته عليك. الملاحظة الثانية يا شيخ، تستغل كثيرا في بعض الأمور وتنتهج الكذب. مثلا في أحد الحلقات قلت أن الإنسان ممكن أن يأخذ التقية، أو بمفهومكم عندكم أنتم أهل الشيعة أنكم هناك التقية. وفي أحد الدروس على الإنترنت تكذب وتقول أن سيدنا علي كرم الله وجهه لم يكن وأبدا استعمل التقية، وأن هذه كذبة كبيرة زرعها المخالفون أو. إذن هنا أين كذب، في الأولى أم في الثانية؟ نعم. بعد شنو عندك أبو بكر؟ هذا سؤال يا أخي. اي اوكي، بعد عندك سؤال ثاني ولا خلاص؟ اوكي. لا خلاص خلاص. اوكي. ناخذ اتصال من ابو زهره من كربلاء. انت على رسلك، لا تقسو علي. على رسلك. سمحت شيخ، يتصل علينا ابو بكر وسفيان، فنفسيا انا اتذكر ايام. لا انت تذكر نفسك، كيف كنت انت لما كنت وهابي؟ لو كنت باقي وهابي كنت الان ترفع المسدس وتقتلني، فطبيعي يكون عنده ردة فعل في البداية حانقة وغاضبة، بس علينا أن نتكلم. الله يعيني عليهم بالحسنى. أبو ياسين من ألمانيا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخي الكريم، أنا نشأت بالوراثة السنية، ولكني منذ الصغر ولم أسمع بالتشيع لأنهم لا يدرسونني هذه الأشياء، ولكني كنت متشيعا بفضل الله من صغر سني. أحب الإمام علي والحمد لله بظهور هذه الفضائيات الإنسان تيقن يقينا صادقا. عندي سؤال إلى الشيخ، هل هم يروون في مصادرهم أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر ابن أبي قحافة بالصلاة بالناس عندما كان مريضا في مرض الموت، وفي رواية أخرى يروون أن أبا بكر لم يكن موجودا، غاد استأذن من النبي وخرج وبقي ثلاثة أيام ورجع بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام وآله. هناك هذا التناقض العجيب، بماذا تفسرونه يا سماحة الشيخ؟ وهل أن أبا بكر لما خرج أراد أن يستقوي بهذه القبيلة بنو أسلم حتى يأتوا، لأنه تيقن أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله متوفي لا محالة لأنهم سمموه؟ فتفسيركم لهذه الأشياء، وبارك الله فيكم والسلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أخواني بس ناخذ آخر مكالمة حتى نجاوب على الأسئلة الكثيرة اللي عندنا. ناخذ المغرب علي من بغداد. السلام عليكم. السلام عليكم، حياكم الله. الله يحييك ويبجيك إن شاء الله. تفضل، أسعد الله أيامكم. سلامي وتحياتي إلى سماحة الشيخ ياسر الحبيب. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حقيقة سماحة الشيخ، يعني تعرف الوقت اللي هسه حاليا البث المباشر يعني مدى يتلائم مي جو العراق بصورة عامة، لأن تعرف الكهرباء دائما لا تكون موجودة بفضل المالكي أو حزب المالكي، فإحنا نريد منكم أن تحولون البث المباشر إلى الساعة 10 مساء بتوقيت بغداد. هذا أولا. ثانيا سماحة الشيخ، حقيقة بعض الإخوة يطرحون سؤال حول مراجع الدين ومراجع التقليد. أنا أقترح بأن قناتكم الوقرة تبتعد عن الإجابة عن التدخلات في المراجع وشؤون المراجع، ونفتح مواجهة كاملة
مع البكريين خصوصا والوهابيين بصورة عامة. هذا أولا. ثانيا قبل فترة سمعت أن بعض المجموعات من آل سعود يحاولون أنهم يصنعون باقة من القنوات تسمى بباقة أمية. هذه الباقة كما تعلمون تحتوي من 13 قناة إلى 20 قناة، وبالتالي قناتكم الموقرة حقيقة سوف نحملها المسؤولية الكاملة بخصوص الرد على هؤلاء والتكلم وفتح المواجهة مع آل سعود خصوصا والبكريين عموما. فنريد منكم سماحة الشيخ أن يعني تستلموا هذه المقترحات وتردوا على هذه الباقة ما شاء الله، حتى تعرف هذه الأمة إلى مدى أكذوبة هؤلاء وإلى مدى خصية هؤلاء، وخصوصا القنوات الآن التي تبث كقناتي الفتنة الآن تبث بدعم من آل سعود، إلى مدى خصية هؤلاء ويحاولون أن يبعدوا الأمة عن منهجها الصحيح وهي منهج آل محمد صلوات ربي وسلامه عليهم. فبارك الله بكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يسدد خطاكم. أحسنت وسعد الله أيامكم.